مش نفذها لؤي بن حسين. لؤي بن حسين في القائمة الأول وزين الدين بوطمان جول. الهدف الثالث للنجم الرياضي الساحلي من زين الدين بوطمان، تمريرة من لؤي بن حسين روتري وزين الدين بوطمان. لؤي بن حسين، زين الدين بوطمان، لؤي بن حسين، منطقة 18 متر 50، والهدف الرابع فيني بونغونغا جول للسفاح الكونغولي. فيني بونغونغا يسجل الهدف الرابع لفائدة النجم الرياضي الساحلي، متألق فيني للجولة الثانية يسجل ويزور الشباك. وهذه رقصة إفريقية جزائرية بين بوطمان في القائم الأول، والكرة والهدف الخامس جول. الهدف الخامس لحسام بن علي، اللاعب المجتهد جدا، ويمشي مباشرة للجمهور ويصر على التهديف ويشكر محمد المكشر. هذا حسام بن علي. 5-0 تتغير النتيجة مرة أخرى، تتغير النتيجة مرة أخرى، 5-0.